طيب، كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية على نجوم عالميين كبار مواليد شهر أكتوبر، الساعات ديت الساعات الأخيرة في أكتوبر. لكن اللي لفت نظري النهاردة وكالات الأنباء مهتمية بعيد ميلاد أسطوري لديجو أرماندو مارادونا. النادي اللي بيدربه في الأرجنتين قال لك عايز يعمل حاجة مختلفة، فحب يعمل حفل أسطوري في الملعب، وعمل كرسي ان ده كرسي الملك ونزله الملعب، وفاجئ مارادونا بترتيبات خاصه للاحتفال بعيد ميلاده امبارح. حقيقه اللي عمله مارادونا للارجنتين مفيش لعيب على مستوى العالم عمله لبلده. وهنا قيمه مارادونا. يعني البعض يعتبره هو الافضل على التاريخ، انا مختلف شويه معاهم، لكن هو بالقياس ده محدش عمل لبلده اللي عمله مارادونا، ينافسه فقط بيليه. لكن الحقيقه مارادونا في كاس عالم باسمه، خد الادوار تباعا كده، بس يعني سقطته الرهيبه انه يعني كان في مشواره جون غير شرعي في قبضه اليد في انجلترا ولم يعترف به. هو ناديه اسمه جيمانيسيا لبلاتا، ده النادي الارجنتيني اللي بيدربه مارادونا ضد نيولز اولد بويز. مباراه كانت في دوري الدرجه الاولى الارجنتيني، فاز فريق مارادونا 4-0. عملوا له كل هذه الترتيبات، قعد على كرسي الملك يحتسي بعض الشراب، لكن خصصوا له كاميرا خاصه بيه طول المباراه، كاميرا مارادونا ترصد لحظات انفعالاته باعتباره ان ده يوم ميلاده. يعني اللعيبه اللي هي متتكررش كتير من حقها انها تقدم بشكل مختلف بتفاصيلها. ولذلك الكابتن الخطيب وما حدث من حفاوه في كل وسائل الاعلام، مش هنا ده، هو كتفنا هنا. يعني احنا فلتنا ان احنا اتكلمنا كده قبل ما ضد رغبته، قبل الحظر ما قبل الحظر ما يجي على القناه ما حدش، لان الحقيقه مهم جدا ان الاجيال تشوف اللعيبه دي بتفاصيلها. ايوه، تعرف في المواقف بتتصرف ازاي عشان هم قدوه. ايوه، فطبعا تقديم مارادونا في الملعب كان مهم جدا. طب ليه ما قدموش بره الملعب؟ لان بره الملعب ما ينفعش تقدمه بره الملعب مختلف.